غادي نبداو بالرقم واحد الفاريابل الاولى في هذه المعادله. كان حنا التغطيه الصحيه الاجباريه اللهم، وغادي نرجع لذاك الرقم نتاع واش 18 مليون 10 12 الى غير ذلك، غادي نرجع ليه بالتفصيل الموجود. اليوم عندنا 3.9 مليون اسره فقيره كتستفد من التغطية الصحية، وملي تنقول تستفد معناه أن الدولة كنخلصوا على هاد الناس في السين أساس بشكل منتظم وشكل يعني كل كنخلصوا حنا كل تريماس تنخلصوا على 3.9 مليون الأسر، كنضربوها في الخلاص السميك وكيجي المونطون السين أساس. ثم كاين الدعم الاجتماعي المباشر، حنا غادي نخلصوا هذا الشهر عندنا 3,778,000 أسرة بالضبط التي تستفيد من هذا الدعم، أي ما يناهز، لأن هذا الدعم مبني على الأطفال اللي كاينين عند كل أسرة، وبطبيعة الحال الأسر اللي عندها في الأطفال، أننا دزنا 5.2 مليون طفل وطفلة اللي كيستافدوا من الدعم، وبطبيعة الحال كتستافد منه الأسرة. التكلفة نتاع هاد لافاريابل الأولى في هذاك المعادلة اللي حطت في الأول 35 مليار في 24 هاد العام، الأرقام موجودة ونقدروا نستعرضوها، وغادي نستعرضوها إن شاء الله في منتصف السنة المالية أمام لجنتي المالية بمجلس بالبرلمان. هذه الدولة خلصنا 35 مليار، وفي سنة 26 لأننا غادي نراجعوا، لأن داك الشيء تاع التعويضات العائلية غيطلع، غادي نكونوا في 40 مليار سنة 26. معناه أننا إلا بغينا نحافظوا على الاستدامة نقولوا بأن الدولة خاصها تقيد في واحد لاكولون تاع الخلاص تاع النفقات 40 مليار، خاصها تلقى 40 مليار باش تخلص هاد الزوج الحاجات. وغادي نرجع لهذا الرقم اللي بغيت، الذي اسال العديد من النقاش، لا اريد ان اصفه كما وصفت مداخلاتي من الزميل تاع السبيطاس في البرلمان، ما ننزلش من هذا الوصف. العدد المستفيدين مع عمر كان 18 مليون مع عمر كان، وانا باش نتفادى وباش نوضح هذا الامر، لان هذا الدوكيمون غادي نفرخو اللي يهمو ياخذو وينشرو، مشيت لنا وجبت تاريخ نتاع الرمال كل عام شحال تقيدو من 2012، ودرت 2012 بالضبط تقيدو 2.6 في 2012، ولكن الناس اللي كانوا كيستافدوا بالبطاقه يلا 940,000. دونك من بعد جاو 3 الملايين ولا بالتراكم هو 6 الملايين، ولكن كاين غير 2.4 اللي عندهم البطاقات، واحد غير قيد لان تصحاب له ذاك الراميد ويمكن قالوا له شي واحد غادي يدي شي حاجه ما لقاهاش مشى، واحد تحسنت الاوضاع نتاعو ومشى. اللي مهم واساسي، العدد المستفيدين لم يتجاوز في اي وقت من الاوقات في سنه 21 11 مليون. ونهار جينا احنا باش نترونسفيريو لا باز للسي ان اس اس لقينا 10.695 مليون. وانا بغيت نتسائل معاكم، كيفاش الحكومه وجلاله الملك نصره الله تيقول لنا يا ودي عمو التغطيه الصحيه، وغادي نجيو حنا عند واحد الشريحه اجتماعيه ونقصوا فيها النص؟ قلت نفهم هذا المنطق، علاش؟ اتساءل بغيت الجواب، وما كرهتش يكون في نقاش مباشر. دونك ها الارقام، هذا هي الوكاله تاع التامين الصحي اللي تتقيد الناس في الرمال من تاع تحت. دونك ها هما الناس اللي مسجلين اللي كيجيو كل عام يسجلوا لسبب من الاسباب، وها الناس اللي التراكم تاعهم هو 12 مليون، ولكن العدد نتاع الناس اللي كانت عندهم البطاقه وكيستافدوا من خدمه الرمال
هو 10,695,900 واللي عنده شرط ما خرج ما عنديش اشكال. وباش ندير منطق اخر باش نصفوا هذا الحساب انه ولا بد ان افونسي ما يمكنش نقول نقصوا 18 12 14 من الاباء. دابا العدد الاسر نتاع المغرب هو 11.5 ملايين وإلا ضربتيهم في 3.2 تلقى 40 مليون. إيه كذا هو العدد الأسر. شنو كاين شي عائل كاين؟ فهمت؟ مزيان هاد الأسر فيهم اليوم 2 ملايين كاينين عند الكنوط في السي إم هذا الحساب موظفون متقاعدون 2 ملايين في الأسر. وكاينين 5 الأسر بالقطاع الخاص فيهم لي سالاري واللي ريبريتنت السيرفيسز عاود هادو راه بالسميه محمد وحمد عنده اما سالاري واما ريتريتي ها 7 الملايين. هادوك الاجراء اللي عندهم المهن الحره هو 700,000. دونك شنو اللي بقى في ديك 11 ونص؟ انا نديرو الحساب الخشيبات 2 + 5 هي 7 الملايين زائد 700,000 هي 7.7 قد 3.8 ملايين الاسر هي اللي حولناها من الرماد للسلاسل هي 40 مليون نتاع سكان المغرب. هذا هو دوك انا جبنا الحساب تاع الرماد تاع لانام من الاول وجبنا الحساب تاع عدد الاسر وكثر من هذا وهذا قلنا ملي حولنا الناس في بدايه سنه 23 ملي حولناهم في سنة 22 في ديجمبر للسنة الأساس قلنا لهم عندكم عام باش تجددوا التسجيل نتاعهم وفي 23 وبعد نهاية المهلة أصبح العدد هو 3.8 مليون. أنا كيسمعنيش أنا؟ أنا كنسمعك مزيان. 3.8 مليون أسرة اللي هي حوالي 10 ملايين تاع المغرب. دونك ها المنطقة تاع التقسيم بالنسمة وانا مشينا لاش سي بي احنا متفقين ان 11.5 مليون اسرة ومشينا لنا. اتمنى صادقا ان النقاش حول الحماية الاجتماعية وتنزيلها ياخذ ابعاد اخرى اكثر رقيا من الوقوف على قراءة الارقام لن ينتفع منها لا المغرب ولا المغاربة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.